الجوانب الطبية والأطر الشرعية والقانونية بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية فيما يتعلق بمنح الأعضاء البشرية لإنقاذ الأرواح ناقشتها الندوة التعريفية للتبرع بالأعضاء بمستشفى عبر المرجعي. تهدف الحملة الوطنية للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء إلى حث أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية التبرع بالأعضاء سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة. زراعة الأعضاء تعتبر الحل المثالي لمرضى الفشل العضوي الذين يعانون من مختلف المرض بما فيها الفشل الكلوي والفشل الكبدي وفشل القلب وفشل الرئة. الإنسان أثناء الحياة ممكن أن يتبرع بإحدى كليتيه أو جزء من كبده لإنقاذ حياة مريض آخر محتاج إلى زراعة كلية أو محتاج إلى زراعة كبد. أما بعد الوفاة فيمكن للشخص أن يساهم في إنقاذ حياة 8 أشخاص. يتيح برنامج شفاء التابع لوزارة الصحة التعبير عن الرغبة بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة بكل سهولة، وهذه المعلومات في سرية تامة. هناك نقص كبير جدا على مستوى العالم في الأعضاء البشرية، وكذلك معنا في السلطنة يوجد أكثر من 2200 مريض على الغسيل الكلوي وهم محتاجين إلى زراعة كلى، كما هناك أعداد ليست بسيطة من المرضى الذين هم بحاجة إلى زراعة كبد وزراعة رئة وزراعة قلب، ولا يمكن إنقاذ حياة هؤلاء المرضى إلا من خلال التبرع بالأعضاء. استعرضت الندوة أهمية التبرع بالأعضاء في فترة الحياة وبعد الممات في مسعى لرفع الوعي المجتمعي وإزالة المبهم حول ثقافة التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، كما تم عرض عدد من التجارب الناجحة خلال السنوات الماضية. طبعا عندنا احنا في السلطنة يعني بدأت عملية زراعة الأعضاء من 88، بدأت بعملية زراعة الكلى. طبعا عملية زراعة الأعضاء في حقيقة عمليات قديمة، بدأت من منتصف القرن الماضي وبدأت بعملية زراعة الكلى، وبعد ذلك تطورت إلى عملية زراعة الكبد، وبعد ذلك أيضا مع التشخيص مع توفر أجهزة التنفس الصناعي انتقلوا إلى عمليات زراعة القلب والرئة، والآن الحمد لله هذه أصبحت تجرى في كثير من الدول بما فيها ذلك الدول المجاورة، يعني تجرى عملية زراعة القلب والرئة والكلى والكبد يكاد بصفة دورية. المهم جدا نفس الشيء نحن نتأكد على محظورات التبرع اللي هو إذا كان يؤدي إلى موت المتبرع أو إلحاق ضرر جسيم على المتبرع، هذا شيء لا يعني لا تنازل عنه. موضوع عمل فحوصات كاملة للمتبرع والتأكد من خلوه من الأمراض، حتى المتبرع له متابعات بعد التبرع، ولا بد الإنسان المتبرع هذا أن ينتظم على هذه المتابعات من أجل التأكد أن هذا الجرح ما يلتهب بعد العملية، أنه ما يصير لأي مضاعفات لا سمح الله بعد عملية التبرع. التعاون بين جميع ومختلف المؤسسات سواء كانت الحكومية والمجتمعية في التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، وكذلك التنبيه على خطورة توجه الأسواق السوداء في لزراعة الأعضاء. هذه المؤسسات سواء كانت مؤسسات تابعة لوزارة الصحة مثل التثقيف الصحي أو الصحة المدرسية والجامعية، أو كذلك بعض القطاعات الحكومية الأخرى مثل الشؤون الدينية للتوعية للتنبيه والتوعية بأهمية أو المنظور الديني في موضوع التبرع بالأعضاء، وكذلك اللي هي الفرق الخيرية مثلا كذلك مهمة جدا في موضوع دعم المتبرعين والتنبيه وفي موضوع عدم تجميع المبالغ للسفر إلى الخارج من أجل زراعة الأعضاء في الأسواق السوداء. المسكنات لها تأثير كبير على الكلى، وشهريا ممكن نكون بنشوف حاله وحالتين وثلاثه واخدين مسكنات كتيره مأثره في وظائف الكلى وعامله لهم قصور حاد في الكلى. لكن في اسباب تانية زي الامراض الوراثيه وعندنا تكيسات الكلى. عمليه التبرع بالاعضاء عملا انسانيا نبيلا يساهم في انقاذ الكثير من حياه الاشخاص الذين لا يمكن شفائهم عن طريق الادويه، ويعتبر في الوقت الحالي يعني أنا أعتبر أن التبرع بالأعضاء ثقافة ويجب يعني زيادة التثقيف للمجتمع ووسائل الإعلام حول أهمية هذا الموضوع.
أكثر من 8000 شخص تم تسجيلهم في تطبيق شفاء للتبرع بأعضائهم، وتسعى وزارة الصحة في هذا الإطار من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية إلى زيادة هذا العدد. يسعى البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء لتعزيز جهود التبرع ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية وفق أعلى المعايير الطبية العالمية. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.